بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم في أرض المعارض في مركز إكسبو الشارقة. اليوم انطلاق ليالي رمضان، وهذا المعرض اللامع الذي يعني ينتظره الجميع خاصة في شهر رمضان، ونحن تعودنا أن نوفر هذا المعرض للزوار، وأيضا أن يكون فيه من تشكيلة متنوعة. الحقيقة اليوم نحن وبعد غياب طويل من هذا المعرض وفي وقت الجائحة قدرنا أن نحن ننظم هذا الحدث ونجلب السعادة للعوائل أنهم يزورون هذا المعرض ويشوفون الأشياء الجديدة. اليوم نحن متنزه للعائلات، موجود الألعاب، موجود ردها خاصة بالمطاعم، موجود القرية الثقافية وللتسوق لشتى أنحاء، يعني الشركات اللي موجود الآن معنا شركات كثيرة وكبيرة ومتنوعة. فنحن إن شاء الله نحب من خلال منبركم دعوة الزوار لزيارة هذا المعرض اللامع خاصة في شهر رمضان الفضيل، وأنهم يعني يشوفون الأشياء المتنوعة الموجودة في مكان واحد لجميع العائلة. طبعا نحن في تنسيق مع غرفة التجارة وصناعة الشارقة، وفي جوائز بتكون موجودة إن شاء الله من خلال هذا المهرجان وبالتنسيق مع الغرفة، وفي أيضا كثير من الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث. فنحن إن شاء الله نحبكم أنكم تزورون هذا المعرض وتتمتعون بما هو جديد خاصة في ليالي رمضان الجميلة.